المهم ارحب مباشره بالدكتور مصطفى نبيل، هو مبتكر تطبيق استشارتك عن بعد او استشارات طبيعه عن بعد. دكتور مرحبا بك، اهلا وسهلا. بارك الله فيك على الاستضافه هذه. سؤال، ربما دكتور متخصص، انت طبيب عام، تجد نفسك في ابتكار تطبيق استشارات طبيه عن بعد، ما هي اهم الاستشارات الطبيه عن بعد دكتور مصطفى نبيل؟ السلام عليكم، صباح الخير عليكم. الاستشارات الطبيه عن بعد هو مفهوم على كل حال ماهوش جديد، قديم جدا. في بدايه القرن العشرين كانوا كاينين استشارات طبيه عن بعد. لما اخترع الهاتف كانت الناس تستعمل الهاتف لاستشاره الاطباء. هذا يعني يعطيك اهميه الاستشاره عن بعد، الحاجه اليها قديمه جدا. وطبعا مع التطور التكنولوجي، كل تطور تكنولوجي يجيب معه يعني ثماره، يجي مع ثماره ويجي مع طريقه جديده للاستشاره عن بعد. اهميه الاستشاره عن بعد الان بانت، الان في ازمه كوفيد 19 بانت للعيان لجميع الناس، سواء على المستوى الرسمي ولا على مستوى الجمهور والشعب. نعطيك امثله بسيطه كل الناس تفهمها. الان عندنا مرضى وعجائز في البيت اللي ما يقدروش يخرجوا يروحوا يشوفوا الاطباء تاعهم، عندهم مواعيد معاهم. فكيف نعملوا لهاد الناس؟ لازم الطبيب تاعهم يكمل الرعايه الصحيه اللي مبرمجها لهم، ولكن هو ما يقدر يتحرك، ما يقدر يخرج من بيته لان كاين حجر صحي. هنا تبان قيمه الاستشاره عن بعد. كذلك فيما يخص المستشفيات، الاطباء اللي راهم في المستشفيات راهم يجابهوا في الجبهه الاولى، يجابهوا الكوفيد 19. كيف يعملوا، كيف يقابلوا كل هذا الكم الهائل من المرضى؟ فهنا بانت قيمه الاستشاره عن بعد. الاستشاره عن بعد في المنصه تاعنا في الحقيقه هي منصه انشاناها انا والفريق تاعي في المؤسسه الناشئه اللي اسمها مؤسسه ابن حمزه. هذه التكنولوجيا سمحت للمواطنين انهم عن طريق اتصال فيديو مرئي ومسموع انهم يستطيعون ان يشوفوا اني عندهم سله من الاختصاصات، سله من الاطباء المتواجدين على المنصه في شتى الاختصاصات من كل ربوع الوطن واجدين ومتطوعين، باش نذكر نشكرهم على هذا التطوع. تطوعوا حتى انهم يقدموا استشارات طبيه للناس، سواء المرضى تاعهم، لانه يعني يقدر يصير انه طبيب ماهوش يعمل لانه مثلا ما عندوش كما صار في كل بلدان العالم ما عندوش وسائل الوقايه ناقصه، فتحتم عليه انه يوقف العياده تاعو مثلا، فيبقى متصل مع المرضى تاعو عن طريق المنصه. وكاين اطباء اخرين متطوعين يشوفوا مرضى ما شافوهمش من قبل من كل ربع الوطن. تلقى طبيب من معسكر يشوف مريض في جانات، ولا مثلا طبيب في جانات يشوف انسان هنا في الجزائر العاصمه. وبصراحه يعني امور هكذا، يعني اول مره نجربوا شيء مثل هذا. نقطع المسافات تكنولوجيا وعالميا. طبعا المسافه رهيبه. وشو هو الدور الان تكنولوجيات الاعلام والاتصال في هذا الظرف الاستثنائي وهذا الظرف الراهن؟ انتم تنخرطون طبعا في الوكاله الخاصه بتثمين هذه القدرات التكنولوجيه، كيف هو العمل؟ لا ادري، ممكن ان تشرح لنا من المساله ربما مساله تقنيه اكثر، لانه هذه مرتبطه بعالم التكنولوجيا، مرتبطه بعلوم دقيقه. نعم، والتكنولوجيا في الحقيقه الامور هذه راهي كما يقولوا راهي محطوطه من زمن. الاتصالات يعني استخدام الخدمات عن بعد شيء معروف من زمن، الان فقط بانت قيمته، الان فقط بانت قيمته. انا مثلا في الفريق تاعي اغلب عملنا قبل الكوفيد 19 يكون عن طريق عن بعد، لانه ما عندناش عمل فيزيائي يتحتم يكون كاين وجود فيزيائي للانسان. اغلب العمل يكون عن طريق الحاسوب وعن طريق الهواتف وعن طريق الانترنت. ف سواء كنت في المكتب ولا كنت في المكتب الافتراضي نفس الشيء، يعني ما تفرقش كثير. فقط يكونوا بعض الامور وين كاين لازم يكون اجتماع يعني مادي بين الاشخاص في امور معينه. فاستخدام التكنولوجيا الان وتوظيفها هو انا نظن اكبر فرصه للجزائر. علاش اكبر فرصه للجزائر؟ لانه احنا ندخل في الاقتصاد، الاقتصاد التقليدي، الاقتصاد المبني على الصناعه الاندستري، يعني العالم مشى فيه كثير، يعني الثوره الصناعيه عندها قرب 300 سنه. فعندنا تاخر بحكم الاستعمار اللي كان عندنا وبحكم بناء الدوله الجزائريه الى اخره، عندنا بعض التاخر في هذا المجال. لكن في المجال الرقمي التاخر هو فقط 40 50 سنه. فالاستثمار في التكنولوجيا الان راح يسمح انه نداركوا الركب اسرع من انه كان نحاولوا في الصناعه لانه في الصناعه الناس يعني مشات كثير، يعني باش تلحق بالركب هذاك صعب كثير، لان تستخدم لازم لك كثير من الوسائل والامكانيات والطاقات وامكانيات، وخاصه التكنولوجيا.
صعب كثير انك تصنع سياره من الصفر، صعب كثير. المؤهلات موجوده دكتور مصطفى نبي. طبعا هذا الشيء معروف، الجزائريين معروفين. على كل حال الذكاء هو ارث بشري، كل الامم عندها يعني صيغه يعني خاصه بها. احنا الجزائريين معروفين ومشاركين في كل المجالات البشريه، في العلوم والتكنولوجيا وفي الطب وفي الادب وفي في كل المجالات. الجزائريين ثبتوا انهم قادرين، فقط ما زلنا بالك شويه تنسيق وشويه عمل جماعي. خصنا عمل جماعي وخصنا بقوه ايمان بانه الجزائر تقدر تعمل وانها تقدر تكون على الاقل هي ونفس البلدان الاخرين في نفس المصاف، وتقدم التقديم يعني تقدم المشاركه تاعها في الاثر البشري، تقدم للانسانيه واش تقدر تقدم ككل بلدان اخرى اذا ماشي اكثر. فهذا يعني الان حبيت نركز على السؤال تاعك، يعني قلت لي التكنولوجيا الان سواء في الطب في المجال تاعي ولا حتى في الفلاحة أو في الأدب، أو الآن قيمتها بنت، والآن لازم نستغلوا هذه الفرصة العظيمة اللي أعطاها لنا هذه الجائحة، ورب ضارة نافعة كما يقولوا، رب ضارة نافعة. الآن نستغلوا هذه الجائحة حتى نعطيه فرصة للناس اللي يستعملوا اللي راهم يستثمروا في هذا المجال، الناس نعطيهم فرصة حتى يبينوا حقيقة قيمة والإضافة للمجتمع وللاقتصاد الوطني. ينشط في هذا المجال العديد من المؤسسات الناشئة اليوم التي تقدم هذه الحلول عبر المنصات الرقمية، يعني حلول رقمية من أجل مجابهة فيروس كورونا بصورة خاصة في هذا الوضع الراهن. إذا حتى للمؤسسات الناشئة دور كبير جدا. طبعا لو كان نشوف الاحصائيات العالميه من ناحيه الكابيتاليزاسيون بورسيير، يعني القيمه الماليه الماليه في البورصه، اكثر من 80% كانت مؤسسات ناشئه. جوجل كانت مؤسسه ناشئه، امازون كانت مؤسسه ناشئه، كل الشركات العالميه، اكبر الشركات العالميه الان هي كانت مؤسسات ناشئه. انا نتكلموا على المؤسسات اللي غلبت مؤسسات البترول، كاين مؤسسه البترول ما راهيش حتى في القائمه العشره، يعني باش تشوفوا يعني قيمة هذا الشيء. لأنه أهم حاجة في المؤسسات الناشئة قدرتها على النمو سريعة جدا، يعني المؤسسة الناشئة الصغيرة كامل قاع نسبة النمو تاعها برقمي 10 11 15 20%، وكاين مؤسسات اللي نسبة النمو تاعها أربع أرقام 5000% 6000%. فلو كان يكون عندنا عدد كبير من هذه المؤسسات راح كيما نقولوا اون فاتيري لا كروسونس ناسيونال، انا رايحين النمو الاقتصادي الوطني نطلعوه. الصين باش طلعت، نذكركم في ازمه سارس 2003 وانا كنت عامل فيها في مستشفى القطار، الصين ماشي هي نفسها الصين تاع الان، ما كناش لا ادري انه ولا المشاهدين يعني يتذكروا هذاك الوقت في 2003 كانت الصين في ازمه كبيره وكانت وحدها تقابل. ولكن الان بفضل هذه المؤسسات الناشئه اللي دارتها الصين والسياسه تاعها في تدعم التكنولوجيا، شوف النقله النوعيه تاع اللي تنقلت اليها الصين، وحنا لازم ناخذوا هذا الحذو باش نرفدوا من الاقتصاد الوطني ومن الحياه الاجتماعيه الجزائريه. نعم سنواصل الحديث لأنه حديث شيق جدا مرتبط بهذا المنجز العلمي المتميز، وينضم إلى منجزات علمية أخرى لأبناء الجزائر. ونحن اليوم في ذكرى يوم العلم، إذا نحن نلتحق بركب العلم والعلماء، وهذا شيء محفز جدا. سنقدم موضوع للزميلة منال عبديش من أجل إثراء الموضوع أكثر. الاستشارات الطبية والنفسية عن بعد عبر مختلف التطبيقات على غرار الفايبر والواتساب، مبادرة ترمي لتشجيع المواطنين على احترام الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي. ارتأينا إلى وضع أربعة مراكز على مستوى أربعة المؤسسات الصحية الجوارية التي تتوفر لها الولاية، وهي خميس الخشنة، بومرداس، برج منايل، ودلس، حيث يتم وضع خلايا إصغاء وتقديم كافة الوسائل والنصائح لكافة المواطنين. وفي قادم الأيام إطلاق مبادرة جديدة بتقنية الفيديو عبر الفيسبوك. هناك انطلاق مشروع ثاني وهو الفتح لايف عن طريق فيسبوك. حاليا وفرنا تخصص الطب العام والطب النفسي، ولاحقا سيتم وضع أطباء أخصائيين مثل أطباء في طب النساء والتوليد، وطب في أمراض القلب، وطب في أمراض الجلد. استعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال في مؤسسات الصحة العمومية أحد أوجه التصدي لجائحة كورونا التي تبناها قطاع الصحة لحصر الوباء في أقرب الآجال. حصر الوباء بهذه الوسائط التكنولوجية والإلكترونية، ولكن عندما نتحدث عن خدمة الفيسبوك والفايبر أعتقد بأنها خدمات تغيب مع وجود هذه التطبيقات. سيد
نعم طبعا، دكتور هو مصطفى نبيل. احنا كل المبادرات اللي تعاون انه هذه الازمه يعني نخفوا منها او نحيوها مبارك فيها، تساهم. مبارك فيها. لكن في الحقيقه في مثل هذه الحاله بالذات، في الحاله هذه تاع المبادره اللي قامت بها لا دي اس بي تاع بومرداس، كانوا عندهم خيار احسن، كان عندهم خيار احسن، لانه باش نذكروا قانون الحمايه لي دوني بيرسونيل، يعني حمايه البيانات الشخصيه، يمنع استخدام مثل هذه التطبيقات الخارجيه. التطبيقات اللي استعملوها هما هي في الحقيقه تطبيقات خارجيه، والبيانات مسجله في خوادم على برا الجزائر، القانون يمنع هذا الشيء. كان ممكن يعني يجوز هذا الشيء لو كان ما كانوش كاينين حلول بدائل. اذا طبيب ديزاد خدمه تضمن هذه السريه تاعنا؟ طبيب ديزاد هو طبيب ديزاد واحد الشخص راهو يسرق في العلامه التجاريه تاعنا، وراه يستغل الاسم تاعنا لاغراضه الشخصيه، على كل حال راهو في العداله. الطبيب بالعربية الطبيب ديزاد، الطبيب هو الطبيب، الطبيب او تي ا بي بي بوان ديزاد، بوان ديزاد يعني نون دومين الجيريان اونجستري. فكانوا قادرين هذه الخدمه ماذا يعني، كيف تصون هذه البيانات الشخصيه؟ تحدثت عن البيانات الشخصيه الغير محميه يعني في هذه. اول حاجه احنا المنصه تاعنا راهي هنا في الجزائر، الخوادم هنا في الجزائر، والخدمه مشفره، يعني الاتصال بين الطبيب والمريض يكون عن طريق قناه احاديه بين المريض والطبيب، حتى احنا ما على بالناش واش كاين فيها، واتصال هذا راه مشفر، حتى الاسم واللقب تاع المريض مثلا ولا راه مشفر وراه داخل الجزائر. القانون الجزائري يمنع انه هذه المعلومات تخرج برا الجزائر، هذه احنا اختصاص تاعنا، هذا شيء اختصاصنا. فحبيت نقول انه هذه المبادره اللي قاموا بها، وان كانت هي راهم مشكورين عليها من جانب انها تساعد في ولكن كانوا قادرين يستغلوا الكفاءات الوطنيه، كاين كفاءات وطنيه راهي تعمل، احنا شركه ناشئه وقدمنا هذا الشيء مجانا، ونظن انه حتى لا دي اس بي بدون عناء التنقل ممكن ان تستفيد من هذه الخدمات الصحيه مجانا. طبعا المواطن يسجل اسمه داخل المنصه بعد ما يكون فيه فاليداسيون تاع الميل تاعو، يعني يكون نتاكدوا باللي موجود حقيقه ماهوش فيك، يعني بروفيل فو بروفيل كما يقولوا، بعدين يدخل يلقى قائمه من الاطباء بنقره زر، عنده طبيب من جهه اخرى يتكلم معاه بالفيديو او بالرساله المكتوبه او المسموعه، يعني وفقط بيناتهم، فقط بيناتهم، ما نستخدموش الخادم تاعنا حتى ما يدخلش في الامر، بيناتهم بين الطبيب والبير تو بير يقولوا، بين الطبيب يعني كانه اتصال هاتفي بيناتهم فقط، ما يجوش على خوادم، هاي وراه الامان. وهذا الشيء احنا طورناه، ما استخدمناش سكايب ولا زوم ولا فايبر ولا فيسبوك وغيرهم وسائط، يعني هذه وسائط عالمية، هذه وسائط عالمية، يعني ممكن تدخل للبيانات تقرأ البيانات، يعني شيء ممكن تقرأ البيانات، إذا قرأت بيانات البيت الأبيض وصارت فيها قوجة كما يقولوا صحيح، فكيف بالجزائر؟ مفهوم، لازم الجزائريين يفهموا شيء مهم جدا، تعطي بياناتك للبلد غريب راه تشكل خطر كبير على الامن الوطني الجزائري، يشوفوا بنظره استشرافيه، يشوفوا المستقبل طبعا ويحدوا في هذا. لو ما عندناش هذا الحل نقول معليش الخساره والربح، معليش نقول مع حقيقه احمد لهم بيانات ولكن حنستفاد بزاف، معليش، لكن كاين كفاءات جزائريه راهي تعمل. انا الشباب تاعي كانوا يعملوا حتى ال11 تاع الليل، كانوا في بعض الاحيان يصبروا على الرواتب تاعهم مدخصة مع الكوفيد، لانه مع الازمه هذه تضعف العمل، يعني حتى وتيره العمل تضاعفت وتسارعت في نفس الوقت، والعمليه التجاريه هبطت، ما كانش الناس ما يشتري الان، وهذا شيء معقول، الناس كلها راهي حابسه، فما ذلك يعملوا ليل نهار حتى يوفروا هذه الخدمه المواطن بصفه تطوعيه، كم وفرنا من استشاره طبيه؟ أنا عندك لحد الان الرقم اللي شفته عندها يومين، عندنا تقريبا 1000 استشاره طبيه في عندنا قريب تقاربنا 10 ايام من طلقنا من المنصه، يعني في 10 ايام يعني بمعدل 100 استشاره يوميا في مختلف الاختصاصات. عندنا الان عدد مشتركين من الاطباء اللي طلبوا الاشتراك 90 طبيب تقريبا، 90 طبيب في مختلف الاختصاصات. وانا نحب ناكد على شيء حتى انه المواطن يطمن، الطبيب باش يجي يقدم يعني يدخل داخل المنصه تاعنا لازم يثبت لنا انه اولا طبيب، ثم عنده الرخصة أنه يعمل كطبيب، يعني عقدناها عليهم يسمحونا الأطباء تاعنا، يعني عقدناها عليهم شوي، ولكن هذه أمانة، هذا الشعب الجزائري لما تدخل أنت تحب تشوف طبيب لازم داير فينا ثقة المواطن باللي الناس راح يقابلهم أطباء، فإحنا نطلب منهم من الأطباء يعني دائما يعطونا الوثائق اللي تثبت أنهم حقيقة عندهم الحق باش يقدموا الاستشارة الطبية، لأنه خدمة الاستشارة الطبية هي في حقيقة مدها الدولة الجزائرية للطبيب، ماهيش كيش يقول ماهوش حق مكتسب،
لما الدولة الجزائرية أعطت لك يعني صفة الطبيب تعطيك صفة لتزاول الطبيب المهنة، وتعطي لك كذلك الرخصة مزاولة المهنة، لأنه مش كل طبيب عنده يعني مزاولة المهنة، ممكن له أن يزاول المهنة. هذا الشيء يعود يعني الجهاز المنظم لهذه المهنة، حتى أن نتأكدوا أنه راح نقدموا حقيقة خدمات طبية على يعني لي نورم، على حساب لي نورم اللي ديرهم الوصايات في هذا المجال. نعم، ما رسالتك دكتور في الأخير؟ والله أنا أغتنم هذه الفرصة تاع 16 أبريل تاع يوم العلم، حتى نقول أنه إحنا تربينا على شعار، وتربينا على يعني كلمات الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس، وإحنا نظن أنه أحسن يعني كيش يقولوا تكريم لهذا العلامة ولهذا العلم في العالم، شغل في الجزائر عالم عالمي، أنه حقيقة هو نهض بالعلم، هو نهض بالعلم، فنقدمه وش نقدر من جهة يعني العلم لبلادنا، فنثبت أنه حقيقة التعب اللي تعبه، وربي يعلم التعب اللي تعبه شيخ عبد الحميد، ما راحش هكذاك، خلاه جزائر، خلاه مواطنين، خلاه يعني جزائريين ابتكروا وعملوا وخرجوا على الأقل لبلادهم الشيء اللي تستفاد به. شكرا جزيلا سيد مصطفى نبيل، دكتور مصطفى نبيل، انت مبتكر تطبيق استشارات طبيه عن بعد. الحديث كان معك ممتعا وشيقا، ومازال كما يقول لك الدرب طويل ومستمر بهذه الكفاءات وبهذه الطاقات التي نشيد فيها اليوم، خاصه نحن في مقام استذكار ذكرى يوم العلم المصادف ل 16 من افريل.